احنا بغض النظر عن كمية المية ما بنبقاش عارفين هتنزل قد ايه وفين، ولكن احنا بنبقى عاملين حاجة اللي بنسميها خطة طوارئ، بتبقى لمواجبة تساقط الامطار في الاماكن المختلفة على القاهرة على اسكندرية على جميع المحافظات اللي هي متوقع نزول المية فيها. بيحصل تنسيق كامل مع هيئة الارصاد، بنعرف مواعيد نزول الامطار والى حد ما قوتها، اماكنها بتبقى ممكن تبقى يعني تدينا نتيجه ان فين بالظبط، لكن بتقول في القاهره، لكن في مدينه نصر ولا في حلوان ممكن ما تبقاش معروفه بدقه قوية. فبناء على كده احنا خطتنا بتبقى بتتكون من خطوات معينه. قبل مجرد ما الارصاد بتبلغنا بالنوه بنبتدي قبلها كل حاجاتنا ومعداتنا تبقى جاهزه، افرادنا موجودين كلهم، وبنبتدي بعد كده قبل النوه بحوالي من 12 الى 24 ساعه معداتنا بتنزل في الشوارع وتبقى متمركزه في اماكن معينه اللي احنا عارفين بيبقى يحصل فيها تجمعات زي الانهار زي الكباري الانفاق الاماكن دي. وبعد كده كل معداتنا بتبقى جاهزه، افرادنا بتبقى موجودين ونبقى منتظرين النوه تبتدي. مجرد ما بتدي بنبتدي نتعامل معاها، وده اللي حصل في المره الاخيره دي، ان احنا معداتنا كانت في الشارع، مجرد ما المايه ابتدت تنزل ابتدت تتجمع، كانت عربياتنا موجوده في الموقع، كل قيادات الشركات كلها موجوده، كل العاملين كلهم موجودين.